طب انت ازاي حافظتي يعني او قدرتي ان انت تنزلي في الوزن؟ انت ما شاء الله يعني الثلاث ولاد اللي عندك اعمارهم السنيه ورا بعض على طول، يعني ما لحقتيش ان انت مثلا ترجعي تظبطي وزنك تاني عقبال بيبي تاني؟ بصي انا كل ده بحاول. في ناس ساعات الدنيا بتبوظ منهم خالص. ما هو انا بحاول عشان الدنيا ما تبص مني، بتبقى زياده فوق زياده. لا بس انت برضو مش زايده قوي، بس بيبقى في زياده فوق زياده، فخلاص الموضوع ما بقاش فيه كنترول. مش كنترول كمان، عارفه الستات بيكسلوا يعملوا رياضه في البيت، والموضوع ده مهم قوي. انا يعني واحده من الناس كنت بكسل برضو، بس دلوقتي بحاول انا اتمرن في البيت واتمرن بره البيت يعني، فالموضوع ده مهم قوي يعني، يا ريت ما يكسلوش عنه. طيب مقوله ان ممكن الواحد يخس في رمضان دي كانت لا no. خالص برقتي الكلام ده مش صح خالص. لا طبعا خالص فعلا، غير الناس طبعا اللي بتظبط اكلها وتاكل حاجات معينه، غير كده لا طبعا. يعني قدامك حلويات وكنافه وبسبوسه اكيد هقعد اضرب يعني. طب انتوا كنت بتعملي ايه لما كنت بتبقي في معسكر؟ بظبط اكل، باكل حاجات معينه عشان وزني ما يزيدش. طب ده كان بيبقى رولز معينه بتتحط عليكوا، بيبقى عليكوا رقيب؟ ما هو صعب الانسان هو اللي يبقى يعني فكره ان انا رقيب نفسي، ما انا هضعف برضه قدام أنا الاكل. انا كنت رقيب نفسي لان ما كانش ينفع وزني يبقى زايد، عشان لما اجي انزل الوزن هتعب جدا، فانا ليه اسيب ولو نفسي لعبتي في وزن يعني؟ مش وزنك هتبقى كارثه. لا طبعا مش هنفع، مش هشيل الارقام اللي انا بشيلها بالزبط. يعني انا لو الارقام يتعمل اول في وزني، لو طلعت وزن تاني مش ممكن تعمل أصلاً. رابع خامس. بالزبط. طب ليه احط نفسي في الحته دي؟ فطبعا كنت راكب نفسي طبعا بمساعده المدربين كمان. طب ازاي قعدتي سنين محافظه على التارجت اللي انت محققاه؟ يعني اوقات ممكن عارفه اللي هي بتيجي الميداليه كده تمام، ولكن ان انت تحافظي وتقدري مره واتنين ده بيبقى صعب جدا. الوصول للقمه صعب قوي طبعا، بس الاصعب منه الحفاظ عليه، وده اللي كان اصعب بالنسبه لي، ان انا احافظ على اللي انا فيه، احافظ على مكانتي، احافظ ان انا افضل رقم واحد في مصر، والموضوع ده كان مهم قوي قوي يعني. حافظت ازاي بقى؟ بالتمرينات اكتر، بتعب زياده، اطلع مجهود اكتر، ما كسلش ابدا، ما اقولش لا انا تعبانه انام دلوقتي واقول للمدرب تعبانه، لا طبعا كنت بفضل مكمله، حتى لو انا تعبانه كنت بتمرن وبكمل. فده الموضوع ده الاكيد اللي فرق معايا قوي الحمد لله.